السلام عليكم يا سنة أولى، سنة ثاني سوري، وسنة ثالث. إحنا تكلمنا اليوم عن الأرقام numbers، وقلنا أنكم أنتم عارفين from 1 to 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. طيب جينا هنا وتكلمنا عن العشرات والخمسينات والستينات whatever. عندنا 11 12 هذه لازم تحفظونها 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اوكي 20 طيب احنا ما حنحفظ 21 20 لا انا ابغاكم تحفظوا لي الحين هذه انها بالتين نقول 13 14 15 16 17 18 19 20 بس هنا 20 30 فرق تي وليس 13 30 40 50 60 70 80 90 100 خلاص احفظوا لي هذه الكلمات الارقام الين هنا وبعدين حتناقش معاكم كيف نتكلم بالرقم نضيفه لأن الرقم الإنجليزي مو زينا بالعربي نقول 21 لا بالإنجليزي يبدأون بيش بالعشرات ثم الأحاد نقول 21 22 طبعا هذه بعطيكم حصة الجاية بس أنتوا احفظوا لي أول شيء الحين from 1 to 10 بعدين 11 12 13 انتبهوا 14 15 16 17 18 19 20 30 انتبهوا ما قلت 13 قلت 30 40 ما قلت 14 40 50 60 70 80 90 100 بعدين حنتكلم كيف الحصة الجاية كيف حنكون الرقم